سلام على فلسطين بما أنجبت وبما قدمت وبما أكرمت. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة خاصة من فلسطين وبالتحديد من رام الله أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني. جئنا هنا لننقل لكم وللوطن العربي أجمع ونتلمس واقع الحياة الفلسطينية. صحيح، مظبوط يا لانا جدا. خلينا نرحب بخالد. أهلا وسهلا. خلينا نرحب بيك. وأنا شخصيا يعني برحب بخالد لأني حسيت أن أنا دي زيارة تانية لبيت للكل، وخلاص بقينا حافظين الأماكن. وخليني أحكيها كده بلهجتنا المصرية، خليني أقول لكم أنه مع دخول فلسطين تحسها كأنك تشتاق للأماكن، فتسأل عن الأماكن، عايز تدخل رام الله فتحس كده وكأن ريحة البحر طلع لأنك قريب جدا من يافا، والأجواء كده قريبة للقلب، وتحس أنك بتسلم على البيوت والناس. يعني رحت في جولة تفقدية مع زميلنا العزيز خالد، فطول الوقت طبعا لأن أنت مع أهل فلسطين دايما بتلاقي وافر من الشرح، فيشرح لي يقول لي هنا كان في مقاومة، هنا كان في يعني رد على احتلال، فأقول له بس المكان كويس والمكان ما فيهوش ضرب ولا حاجة، يقول لي هي دي عادة الفلسطيني، يبني يعيش ويحلم بغد في سلام قادم بإذن الله. أهلا بكم في حلقات جديدة لبيت الكل من فلسطين. لا غرابة في أنه شافكي رحبت فيه، شافكي بنت بيت وكذلك لانا، شافكي هي الزيارة الثانية. على كل حال وهي بتحكي عن فلسطين، أنا بدي أحكي للمشاهد العربي حاجة بسيطة. في فلسطين قد تبدأ يومك بحاجز، بغلاثة مستوطن على الشارع العام، قد تبدأ يومك بنبأ استشهاد عزيز أو قريب، أو باعتقال حدا قريب منك، بهدم بيت، باجتياح، بصوت رصاص، بدوي صواريخ من الطيران الحربي الإسرائيلي على مشفى، على مدرسة، على مخيم، على أي ركن من أركان فلسطين. لكن الفلسطيني اعتاد أن يتعامل مع هذا الاستثناء كله بالأمل، بالإصرار على الحياة، على البناء، على التعمير، على مواصلة الطريق في سبيل لحظة الانعتاق التي يجهد الفلسطيني لتجسيدها واقعا ويراها قريبة، وهي قريبة. أهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة من هنا من فلسطين، أول الرسالات، أول الحضارات، بوابة الأرض إلى السماء. من رام الله مشاهدينا أحد مدن فلسطين الحبيبة، ومن هذا المكان النقي الطاهر كقلوب أهله منرحب فيكم من جديد في بيت للكل. واسمحوا لنا أن نرحب بضيوف حلقتنا لهذا اليوم، ففي البداية اسمحوا لنا أن نرحب بسعادة اللواء أكرم الرجوب محافظ جنين الأبية. أهلا وسهلا فيك سعادتك. يا هلا فيك. وأيضا اسمحوا لنا أن نرحب بسعادة الدكتور أحمد رفيق عوض، وهو مدير لمركز القدس للدراسات والأبحاث في جامعة القدس. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا. والله يعطيكم العافية. يا هلا. جدد الترحيب بضيفي الحلقة، وكما أسلفت زميلتنا لنا من هذا الفضاء المطل على القدس والمطل على كل هذا الجمال، نرحب مرة أخرى بضيفينا في هذه الحلقة. أبدأ معك سيادة اللواء، رئيس أبو مازن زار جنين، جال في أزقة المخيم، تلمس وجع الناس، طلع على أثار العدوان الإسرائيلي، وكأني بهذه الزيارة تقول أنها إذان واضح وصريح بدعوته بضرورة إعادة إعمار المخيم على نحو واسع وعلى نحو سريع. ما الدلالات والمعاني التي تحملها مثل هذه الزيارة وقد قال فيها الخبراء والمراقبون السياسيون الكثير؟ يعني أولا هي تحمل أكثر من رسالة. الرسالة الأولى أن الرئيس أبو مازن هو رئيس لكل الشعب الفلسطيني، يزور المكان الذي يريد ومتى يريد،
وأيضا رسالة اهتمام بالغ من السيد الرئيس على ضرورة إصلاح ما تم تخريبه من الاحتلال، هذا الدمار الكبير وهذه آلة الحرب الفتاكة التي دمرت كل شيء، دمرت كل ما له علاقة بمناحي الحياة في مخيم جنين ومدينة جنين. الاهتمام الذي أعطاه السيد الرئيس ومنذ اللحظة الأولى بالمناسبة قبل أن يتقدم أي من الدول بأي تبرعات، وجه الحكومة على ضرورة التواجد في جنين وضرورة البدء في إصلاح الأضرار التي خلفها الاحتلال. تحمل رسالات سياسية ودلالات سياسية لها علاقة بما روج له الاحتلال. الاحتلال لطالما منذ أعوام يروج بأن السلطة ضعيفة، على الرغم بأن الاحتلال هو الذي يعمل على تقويض أداء السلطة بكل الاتجاهات، سواء بالاقتحامات المتكررة أو بالاعتداءات على الأرض، بإطلاق العنان للمستوطنين، باقتطاع الأموال، بإغلاق الأفق السياسي أمام الشعب الفلسطيني. على الرغم من هذا كله يصر الرئيس أبو مازن على زيارة جنين ليكون قريبا من أهل جنين، يتلمس همومهم ويشرف بنفسه على إعادة الإصلاح وإعادة ما بناء ما تم هدمه من قبل الاحتلال. لعل في ذلك أيضا رسالة للعالم، هذا العالم الذي أشبعنا نفاقا. نحن وللأسف الشديد نعيش في عالم منافق يكيل بمكيالين. زيارة جنين من قبل السيد الرئيس هي رسالة لهذا العالم أنه آن الأوان لأن تروا بأم أعينكم ولا تديروا ظهركم للقضية الفلسطينية ولما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني على الأرض في جنين وفي غير جنين. أكيد بنرحب بحضرتكم أيضا. وسؤالي للدكتور أحمد عوض. دكتور أحمد، يعني إحنا موجودين في رام الله في موقع إعلامي كبير، يعني في الخلفية تلفزيون فلسطين اللي بينقل الحياة اليومية بكل تفاصيلها، ولكن هناك تناقض كبير عن الواقع اللي احنا لمسناه وبنعيشه في فلسطين في أراضي السلطة وفلسطين بشكل عام، والمواطن الفلسطيني اللي بيتحرك بحياة وأمل وبيبني وبيعمر طول الوقت يعني بشكل كبير جدا، والناس بتعتقد بأنه فلسطين عديمة الحياة، لا يوجد حياة غير الصورة المتكررة للواقع الفلسطيني. رأي حضرتك؟ يا بالمناسبة بس أنا هي بتحكي من واقع تجربة شخصية لها. صحيح. في زيارتها الأولى لفلسطين وهذه الزيارة الثانية، فهي شعرت بهذا الفارق الشاسع بين النظرة لمن لم يأتي إلى فلسطين وتبدل النظرة يعني تعايش تفاصيل الحياة. يعني طول الوقت بحس أنه أنا في بلد ودولة حقيقية، وأحياناً وانت بتتجول في أراضي السلطة وفي رام الله وفي نابلس وفي البيت لحم تنسى أن هذه الدولة محتلة، يعني لأنها دولة حقيقية قائمة بكل شيء. ما هذا التناقض يا دكتور؟ هو ليس تناقضا على الإطلاق. أولا باعتبار احنا يعني نجتمع هنا في ظل هذا المبنى العظيم وهذه التجارب الإعلامية، ونحن بشكل أو بآخر كلنا إعلاميين. صحيح. وأنا واحد من الذين شاركت في بناء هذا الصرح منذ عام 1994. شوفي هناك نبذجة، هناك تنميط لصورة الفلسطيني من قبل أعداء كثيرون. صحيح. في هناك نمذجة للفلسطيني أنه الإرهابي اللي يكره الحضارة الغربية، لا يبني، غير ناضج، شعب كله ميليشيات وعشائر ومش متحد ومش منضبط ويعني وزائد على الحاجة حتى. ذلك مسألة تنميطه وشيطنته هذا مهم جدا من أجل ضربه. الذي يشيطن الفلسطيني هو عدو الشعب الفلسطيني، الذي ينمذج صورة الفلسطيني باعتباره غير المنتج، غير الناضج، غير القادر على بناء مؤسسة مدنية، غير القادر على الانضباط في نظام، في قانون. كل ذلك هو من أجل تدمير هذا المجتمع وشطبه والقول أنه هذا شعب متوحش. الصورة الحقيقية ما هي؟ سنة 2002 في صحفي إسباني بعمل معي مقابلة بيقول لي لماذا أنتم فخورون؟ سنة 2001 كانت الانتفاضة في ذروتها، انتفاضة أقصى. لماذا أنتم فخورون؟ على فكرة هذا الكلام بالضبط هذا جوهر الفلسطيني. الفلسطيني يحمل فخره، كرامته، اسمه، تاريخه،
ويعمل من أجله. شوفي، ليس هناك، لا يمكن للفلسطيني أنه يجي شرعا علاقته بأمه أو شرعا علاقته بأرضه. هذه الأرض التي تناسلنا عليها لمدة لقرون لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، بلدنا، ترابنا، شجرنا، ونسميه كما نريد، ونقيم حياتنا زي ما نريد. إحنا عندنا تراث غني جدا، تراث يعني مادي وغير مادي، بناء، أكل، مسرح، العادات والتقاليد العريقة. إحنا بنسمي الحجار، بنسمي الشجر، بنسمي الطرق، بنسمي الجبال، إحنا نسمي أسماء بلادنا كأبنائنا. وبالتالي الفلسطيني ربما يتقن الحياة أكثر من أي بني آدم آخر. حلوة الجملة دي، يتقن يعني الحياة والفرح بالحياة، يحتفظ بها الفلسطيني، يتقن الحياة والفرح بالحياة والاحتفال بالحياة. شوفي أعراسنا، أعراسنا من أجمل ما يمكن. فيش حدا بيقول لك إنه معزوم مش معزوم في القرية، كل بيجي والكل يفرح والكل يدبك. إحنا عنا الدبكة، عنا بجوز حوالي 15 نوع دبكة، الغناني، الأغنية، عنا ما لا يعني بعدد لا نهائي من المولات. علشان هيك دكتور أنا بدي أدخل يعني على موضوع الأمل والإرادة، سعادة المحافظ. يعني باشا الآن سر القوة الفلسطينية عند الفلسطينيين وتجذرهم بعمق هو الإرادة القوية وإيمانهم بقضيتهم. الآن هنالك إعلام قد يوظف، وهو إعلام مضاد للقضية الفلسطينية وللفلسطينيين، فيوظف هذا الإعلام بالكلمة والصورة عكس الواقع اللي أنتوا بتعيشوه. الواقع اللي أنتوا بتعيشوه كما لمسنا الإرادة والقوة والأمل، وكأنهم بيستنوا شيء خلف الأبواب بالعودة على باب مخيم جنين، وأنت محافظ لمخيم جنين، مكتوب المكان مؤقت إلى حين العودة. هذا الأمل وهذه الإرادة من وين جابها الشعب الفلسطيني رغم هذا الكم الهائل من القهر اللي عم نشوفه؟ هو أتى بها بالجينات، الشعب الفلسطيني بالجينات تبعه موجودة الإيمان بنفسه، وعنده إرادة البناء، عنده عقل البناء. بالتالي شعبنا الفلسطيني منذ الأزل عاش على هذه الأرض وعنده الإرادة الصلبة. إحنا ساهمنا في بناء دول، اقتصاد رجل الأعمال الفلسطيني موجود في كل العالم، عقل البناء موجود بالجينات، هذه شغلة من ربنا. وبالتالي إرادة الله مع شعب فلسطين، لا يوجد قوة باغية على وجه الأرض يمكن لها أن تكسر إرادة الله في شعب فلسطين. يد الله فوق أيديكم. نعم. صحيح. بالتالي الشعب الفلسطيني يتوارث هذه الإرادة ويتوارث هذا البناء ويتوارث هذا العقل من جيل إلى جيل. إذا بدنا نرجع للماضي شوية، عندما تم الحديث عن اتفاقيات أوسلو بعد 10-12 سنة 13 سنة من القهر والدفع إلى الزاوية، ياسر عرفات رحمه الله قال أنا سأهرب وسأهرب إلى فلسطين من أجل البناء، من أجل المواجهة. وكان في عندنا إشي اسمه فن الممكن في السياسة والعدل الممكن. إحنا نؤمن بالعدل المطلق، بأن فلسطين لنا من النهر إلى البحر، ولكن قبلنا بالعدل الممكن من أجل أن نقيم الدولة على حدود 67. هذا له علاقة بإرادة البناء وعقل البناء، وأنه أنت بتربي ابنك ولا يمكن تلتفت إلى فن الممكن في السياسة. فن الممكن بالسياسة للسياسيين، ولكن الأم بتربي ابنها على أن فلسطين للفلسطينيين من النهر إلى البحر. وهذا الاحتلال مؤقت كما كتب أهل جنين على أبواب مخيمهم، مثلما قالوا الوجود مؤقت. وهذا الاحتلال مهما بغى وتجبر، مهما امتلك من إمكانيات، والاختلال في موازين القوى بيننا وبينهم، طبعا إرادتنا أقوى من الإرادة قوته. بذكر الإمكانات سيادة اللواء، سؤالي للدكتور، بذكر الإمكانات والإرادة، الفلسطيني استخدم موظف الإرادة والصبر والجلد والانتماء للنجاة دائما من براثن الخبث الإسرائيلي، لكن بالمقابل هناك سياسي ممنهج على الأرض
تتبعها إسرائيل وهي لا تدخر أي جهد في تدمير كل سبل الحياة الفلسطينية، لأن أنا بدي أثر ذلك على الاقتصاد، على النمو، على الأمن، على الحياة الاجتماعية الطبيعية التي يفترض أن يمارسها الفلسطيني. دكتور، شوف باختصار وبدقة بإذن الله، رغم كل ما يقوم بالمحتل من تضييق علينا، تضييق بكل شيء، تضييق الفضاءات، الأرض، الأمن كما قلت، لكن الفلسطيني نجح والأمل. والأمل. وهذا استمرار أيضا لسؤال الست شافكي. الفلسطيني عمل 7-8 جامعات، عمل مستشفيات رائعة، عمل كوادر في التعليم، في الطب، في الصناعة، في البناء، في الهندسة، عنده إسهامات مذهلة في العلوم، في الفن والأدب، يعني رغم كل شيء. شوف المحتل قوي ومدعوم يعني بكبريات الدول الاستعمارية الكبرى تماماً. إحنا ليس لنا إلا الله، وهذا أيضاً جواب ربما نهائي إنه من أين تأتي هذه القدرة. الله سبحانه وتعالى إحنا نمتلئ بالإيمان به ونمتلئ بكل ما يقول رب العالمين، وبالتالي لا يضرنا شيء. على فكرة إحنا الإسرائيلي يعني بيستغل الزمن، بيستخدمه من أجل أن يغير الوقائع. إحنا لسبب ما إحنا بنعتمد على الزمن في إنه يغير كل شيء. عجيب تعاملنا بالزمن، لأنه إحنا لقناعتنا برواية السماء وبوعد الله. بالضبط، لذلك هو بيستغل الزمن، إحنا نعتمد على الزمن. صحيح. في فرق هائل في العقليتين. صحيح. لذلك شوف أنا برأيي إنه الفلسطيني أثبت حضوره، قوته، جبروته، حتى جبروته في الفعل والعمل والصمود والصبر، ولا يملك في ذلك إلا قلب. على فكرة لا يملك في ذلك إلا قلب فقط. شو معنى ذلك؟ معنى ذلك إنه المحتل بعد 75 سنة لم يستطع أن يكسرنا أو يغيبنا أو يشطبنا أو يقنع العالم أن إحنا مش ضروريين. العكس من ذلك تماماً، بعد 75 سنة هو المأزوم، هو اللي عنده مشاكل، هو اللي قدامه بتنفجر الألغام الاقتصادية والفنية والوجودية والبنيوية والفكرية والعقائدية. إحنا لا، إحنا مش مأزومين. طبعاً في هنا كلام هذا بده كلام كثير آخر، بس أضرب صفحة عنه. إحنا مش مأزومين بنفس أزمته. أكيد. إحنا أزمتنا مختلف عن أزمته. طبعا. أكيد. لذلك أنا برأيي إنه النهايات، لا النهايات جميلة، نحن متفائلون بالتاريخ، متفائلون بالله سبحانه وتعالى، متفائلون بالفلسطيني أيضا. إن شاء الله. اسمحوا لنا ضيوفنا الكرام واسمحوا لنا مشاهدينا في بيت للكل أن نتوقف مع هذا الفاصل ونعود لنكمل الحوار. نعود إليكم مشاهدينا بعد الفاصل لبيت للكل. دكتور أحمد، وأنت متخصص وأيضا مدير لمركز الدراسات والأبحاث مركز القدس، نتحدث الآن يعني من خلال أكيد الأبحاث والدراسات اللي أنتم عم تعملوها، الآن نتحدث عن حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة جدا، ونتحدث بالمقابل عن عدم العدالة الدولية، نتحدث كما قال الباشا بأنه يكيل بمكيالين حسب القوة لمين يعني بترجح والمصالح. الآن أمامكم أيضا تحديات كبيرة وهي حجز الأموال ومدى انعكاسها أيضا على مختلف فصول الحياة الفلسطينية. الآن ما هي الفرص أمامكم أمام هذه التحديات الكبيرة جدا؟ السيناريوهات هي ما يلي. نعم. يعني على الطريقة الأكاديمية وأنت دكتورة إعلام، السيناريوهات هي ما يلي. أولا الاشتباك الدائم، يعني هذا اشتباك بيننا وبينهم، اشتباك قد يأخذ مسارات كثيرة ومختلفة وقد يشتد. وأعتقد أنه إحنا أمام حكومة فاشية هي تريد أن تصعد كثيرا، لأن هي تريد أنه تضم الضفة الغربية في معظمها تقريبا، وتخفض السلطة الفلسطينية من كونها رمز سياسي وأفق سياسي وتمثيل سياسي إلى مجرد جهة خدماتية. نعم. وأيضا تفكيك الشعب الفلسطيني لجهويات، محافظات، يعني عشائر، حتى بالحرف عشائر، وهناك خطط جاهزة. وبالتالي نحن نعم في أحد السيناريوهات هو اشتداد هذا الاشتباك، اشتداده جدا، لأنه الإسرائيلي الآن الفاشي واللي بيعمل الحكومة هاي هو عمليا يقول علنا أنه يخرج من إدارة الصراع مع الفلسطينيين إلى حسم الصراع مع الفلسطينيين، يعني
وضع حد نهائي أو حل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. إحنا لم نقبل، مش طبيعي لم نقبل. المقصود في الحل السياسي يعني. الحل السياسي هو إنه لا دولة فلسطينية. لا دولة بالضبط. لا دولة فلسطينية، وإنه لا سلطة فلسطينية حتى، السلطة هي لازم تكون يعني خاضعة وخانعة، وهذا هو جزء من النضال الشعبي والسلطة والرسمي أيضا. وأيضا لا ليس القدس ليست عاصمة للفلسطينيين، وفيش عودة للاجئين، هذا حسب الصراع، هذا الكلام علني لهذه الحكومة. لذلك إذا ظلت الفاشية، التيار الفاشي يحكم إسرائيل، نحن ذاهبون إلى تصعيد هذا الاشتباك تماما، جماهيريا ورسميا وكله، وهذا واحد من السيناريوهات. السيناريوهات الثانية أنه لا، أنه ممكن جدا يكون هناك في ضغوط، بدي أختصر الكلام، أنه يمكن في ضغوط داخلية في إسرائيل، إسرائيل تتغير من الداخل، ضغوط من برا، ضغوط أوروبية حتى، أو ضغوط من الإقليم العربي نفسه، أو إحنا نتغير، إحنا نروح للخيارات نجبر إسرائيل فيها على الدخول في تسوية. شوفي حتى أيضا السيناريو الثالث هذا، وهذا تخصصنا أنه يعني نشوف سيناريوهات المستقبل، أنه نتفاوض مع إسرائيل قوية ولا نتفاوض مع إسرائيل ضعيفة. إذا ظل نتفاوض مع إسرائيل قوية لن نصل لنتيجة إطلاقا، بدنا نتفاوض مع إسرائيل ضعيفة. وين بتضعف إسرائيل؟ وإنت هل بهذا اللي ما يجري فيها الآن من تفكك هل يضعفها؟ هل حرب إقليمية تضعفها؟ هل حرب دولية تضعفها؟ في حالة ضعف إسرائيل عندئذ ممكن أن تدخل معنا في تسوية. متى يكون ذلك؟ ما لا نعرف، قد يكون بعد سنة، سنتين، تمام. عشرة، لا نعرف. تمام. وقد أتيت على ذكر ما تشهده إسرائيل الآن من حراك هادف إلى الحفاظ على ديمقراطية الدولة أو ديمقراطية مدعاة، هذا الشعار المرفوع. سيادة اللواء، أنت رجل دولة بالضرورة تتابع ذلك الذي يجري في إسرائيل، وهو غير مسبوق منذ قيامها وحتى هذه اللحظة. في تقديرك، هل يمكن أن يفضي ما يجري هذا الحراك إلى مناخ سياسي مواتي للبدء بعملية سياسية منتجة وفاعلة؟ هو ممكن في أنه يكون في هناك هزة داخلية قوية في القوى السياسية التي تمثل في الكنيست، لأنه طالما أن هذا التشكيل موجودا فالأمر ذاهب إلى التصعيد أكثر، ليس فقط ضد الشعب الفلسطيني، وبالمناسبة هم ينقلون أزمتهم السياسية علينا من أجل أن يشكل لنفسه حصانة داخلية في الكنيست وأمام القوى السياسية ليستمر فيما هو ذاهب إليه، بده ينسف منظومة القضاء من أجل أن يتوج ملكا على إسرائيل. أي هزة داخلية في المجتمع الإسرائيلي، في القوى السياسية الإسرائيلية، ممكن يكون في هناك تغيير في الوجه السياسي لدولة الاحتلال، تغيير في منظومة القوى السياسية التي تشكل الحكومة، وهذا ممكن أن يؤدي إلى تهدئة الأمور. أنا لا أرى في هذه القوى السياسية جميعها من يمينها إلى وسطها إلى يسارها أنها جاهزة لتعطي دولة للشعب الفلسطيني. قد تنقل الصراع المحتدم الآن إلى التخفيف، ضغوط دولية من هون، ضغوط دولية من هون، ممكن يحصل تغيير في التعامل مع القضية الفلسطينية، التعامل مع الشعب الفلسطيني، ولكن أنا لا أرى أي منهم مهيئا وجاهزا لفتح الأفق السياسي ليفضي بنا إلى إقامة دولة وعاصمتها القدس، لأنهم كشعب وكقوة سياسية غير جاهزين. بدي أرجع فقط للـ96، عندما وقف إسحاق رابين أمام تجمع كبير في تل أبيب وقال آن الأوان لنرفع يدنا عن الشعب الفلسطيني ونعطيه حقه في تقرير مصيره، بعد 30 دقيقة قتل، 30 دقيقة طلع من التجمع، أجا يقال عمير وقتله. المجتمع الإسرائيلي اليوم ذاهب إلى الفاشية اليمينية المتطرفة، وهي التي تقود دولة الاحتلال. هذه القوى، هذه المنظومة وهذه التشكيلة تؤمن أصلاً، أساس فكرهم التلمودي يقوم على يهودا والسامرة. بس في هذه الجزئية سعادة المحافظ، ربما الذي دفع إسرائيل إلى هذا الحراك الذي يرقب العالم كله الآن ويقرأ بعين متبصرة، هو خشية من ارتداد هذه الرصاصة التي أطلقها عمير على صدر، أن تستد إلى الداخل الإسرائيلي.
وهي بالحراك اللي موجود اليوم يمكن أن تؤدي إلى ذلك، لأن يمينيتهم المتطرفة أسوأ بكثير من اليمينية المتطرفة التي نتحدث عنها في الإسلام السياسي. نعم. عندنا أكيد. هم متطرفون أكثر. نعم. وذاهبون أكثر إلى تحقيق حلمهم التلمودي في الضفة الغربية. نعم. وليس في أي بقعة أخرى. فكرتهم التلمودية قائمة على يهودا والسامرة. طبعا. التي يحلمون بإعادتها من جديد. نعم. أكيد. طيب خلونا يعني نتفق بأن هذا التطرف والدمار اللي موجود واللي يعني الحقيقة آلت الحرب الإسرائيلية في الأيام الماضية، شاهدنا هذه الآلة التي يعني اقتحمت جزء وأخذت جزء من جسد هذا الوطن، دخلت ودمرت وقتلت وشردت في معسكر ومخيم جنين. هذا العدوان الذي لم يميز في أي شيء، قتل الإنسانية وقتل كل شيء. تعالوا معنا من رام الله، من أمام التلفزيون في رام الله، نذهب إلى مخيم جنين وهذا التقرير. يستوي مخيم جنين على عرش سام من التضحيات، تحرسه أهداب عيون الشهداء النقية، ونبع من الدم الزاكي يقطر رقراقا في حدائق المجد، ينبت دحنونا وزعترا من الجليل، وياسمينا من تربة نابلس، وشذا لبرتقال يافا، وينغرس شيحا صحراويا من النقب ليعانق أسوار بحر عكا، حيث أيقونة دحر الغزاة وفلسطين الصغرى إن أردتها معبرة بسطر، وهو كل فلسطين إن وسعت عدستك مجال التاريخ والجغرافيا ومعجزات السماء. نصف كيلو متر مربع مساحة المخيم، صغيرة تكاد تذوب في مخططات الهندسة والبناء، وتتعظم مساحة عشقه وأهله لفلسطين لتسع كونا كاملا خاصا في جنين. جنين جراد كما أطلق عليها باعث الوطنية الفلسطينية ومؤسسها ياسر عرفات، وعش الدبابير كما يراها العدو الصهيوني واجلا، وعاصمة المقاومة الفلسطينية كما يراها عموم الشعب من مهده إلى لحده. واحد وعشرون عاما هي المسافة العظمى بين محاولتين فاشلتين لإركاع المخيم بوابل النار وطغيان الصواريخ، بألاف الجنود من الوحدات الخاصة القتالية وبأحدث ما توصلت إليه آلة الموت من التكنولوجيا عالميا، من مدرعات ودبابات وطائرات مسيرة قاتلة بلا قلب أو رؤية. 21 عاما لم يختلف على جنين ومخيمها شيء سوى تجديد العهد أن لا لجوء آخر إلا لحيفا والناصرة. بين العشاء الأخير في ربيع عام 2002 لقادة المقاومة الفلسطينية بقيادة ضابط الأمن الوطني الفلسطيني أبو جندل، وبين لهيب حزيران 2023 لم يتغير المشهد أبدا، فصائل المقاومة والحضينة الشعبية والرسمية نسجت انتصارا آخر للحق على ظلماء الاحتلال. لم يختلف سوى المهزومين المنكسرين الراحلين هربا خلف ستار من آلاف الأطنان من المتفجرات التي سوت البنية التحتية بالأرض وهدمت مئات المنازل ودمرت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، بانتقام بربري لمشهد انتصار ما زالوا يبحثون عنه منذ هزم شارون ومفاز ها هنا في جنينغراد، تاركين خلفهم حوالي 30 جنديا إسرائيليا صرعى في ساحة مجد المخيم، وحوالي ضعفهم من المدنيين الفلسطينيين شهداء تحت الركام. أصبح المخيم يشكل هوية جامعة للوطن، وفعلا يعيد إنتاج نفسه يوميا ليضيف سطورا جديدة للأسطورة الفلسطينية
ينتصر مخيم جنين بوحدته ويصنع إلهامه العابر للحدود الفلسطينية، مشكلا هانوي القرن 21 حتى اندحار الاحتلال وعودة أبطاله إلى حيث كان أجدادهم منغرسين. سعادة اللواء، وأنت محافظ لجنين، شاهدنا مدى هذه الوحشية اللي آلمت كل ضمير عربي حي. يعني سمعنا قصص، وكنا نتحدث امبارح الأستاذ خالد عم بيحكي لنا بأنه إحدى السيدات تركت منزلها لأنه يعني كان هنالك وحشية وتدمير، فتركت على باب ثلاجتها يعني كلام رائع جدا أنه موجود للمقاومين، أنه إذا دخلتوا على هذا البيت تركت باب بيتها وطلعت، فتركت لهم رسالة للمقاومين من جنين، فحكت لهم أنه إذا دخلتوا هذا البيت في الثلاجة في الأكل في المكان الفلاني وأنا مخبي لكم فلوس في المكان الفلاني. ف يعني شوف هذا الإصرار على إنه تكون اليد الفلسطينية واحدة أمام هذا العدوان، لكن نتحدث أمام هذه الوحشية، كيف استقبلها وأنت محافظ للمخيم، كيف استقبلوها أهالي جنين الكرام؟ يعني أولاً هذا احتلال الشعب الفلسطيني وأهلنا في مخيم جنين وفي جنين، عندهم إرادة وتصميم وقوة احتمال لا يتخيلها البشر. أن يصمدوا أمام هذه الآلة الفتاكة، هذا بحد ذاته رسالة لكل ذي عقل وبصيرة على وجه الأرض. حالة التكافل والتضامن اللي موجودة اللي عبرت عنها هذه السيدة بهذه الرسالة المعبرة هي حال كل بيت فلسطيني في جنين اللي كان تحت الحصار، وهناك عوائل هجرت قصراً واستقبلت في مقرات الأمن واستقبلت عند الأهالي والأصدقاء، وبالتالي أمر صعب جدا على أي رجل دولة في موقعه يشاهد هذه المناظر، ولكن في لحظات أنت ما بين زي ما بقولوا بين نارين، إنه أنت بدك تحافظ على الوضع الأهل والناس والمؤسسة، وما بين أنه أنت بدك تذهب إلى المربع الذي يريد الاحتلال لك أن تكون عليه. وهذا موضوع ليس سهل، ليس سهل على رجل الدولة، لأنه احنا عشنا هذه التجربة. أنا كنت ضابط أمن في سنة 2002، جميع مقراتنا دمرت، قصفت بالأباتش والF-16، فأنت بدك توازن ما بين الحكمة والعقل في التعامل، وما بين أنه أنت بدك تكون موجود ما بين الناس لتساعدهم وتكون إلى جانبهم. وهي مسألة معقدة في حياة أي بني آدم، ليس من السهل أن تضبط نفسك وتؤدي واجبك وتكون بين ناسك وأهلك، وممكن تسمع كلام يطيب لك تسمعه وممكن أن تسمع كلام لا يطيب لك أن تسمعه. بدك تحافظ على توازنك، ودك تستمر في خدمة أهلك وناسك. أنا وفاء لهذه السيدة سأعيد قراءة هذه الرسالة، رسالة العاطفة التي أنتجتها لحظة عجيبة غريبة، لحظة فارقة، لحظة حاسمة تحت سقف لهيب النار والحديد، كانت رسالة عظيمة. أنا سأعيد قراءة الرسالة وفاء لهذه السيدة. الأكل والموني وجاد بالدار وبالبراد، في باب خلفي بيطلع على حوش جيراننا، لو بدكم تنسحبوا وفداكم الدار طوبة طوبة، المهم تضلوا بخير، في 700 شيكل بالفريزر لو لزمكم مصاري، الله يحميكم وياخذ بيدكم. رسالة اختزلت أسمى ما في الدنيا من عاطفة ومن معنى جميل. وأنت أديب وإعلامي وباحث وشاعر دكتور أحمد، لو أنت قدر لك أن تقرأ هذه الرسالة وأن تعلق عليها، ماذا تقول؟ إيه هذا الكلام يفوق الشعر. بس عايزة تأذيكم في حاجة، خلينا نقول أن الصوت اللي بنسمعه دي احتفالات، فهذا هو المواطن الفلسطيني. هذا عرس، هذه احتفالات عرس. يعني يتكلم زميلي العزيز خالد عن رسالة لسيدة
فاضلة في جنين وإزاي بتقاوم وفي وسط المقاومة وفي وسط ما نحن فيه في جنين فرح. هناك الفلسطيني فرح. يعيش طبعا. ويتقن طبعا. الحياة طبعا. هذا الكلام فوق الشعر فوق الفن فوق هذا كامل الوجدان هذا عصارة الوجدان شوف أنا برأيي هذا الذي لا يمكن لإسرائيل أن تكسره هذا الذي يشكل جوهر الفلسطيني اللي زي ما قال واحد من الوزراء الإسرائيليين قال شك عجيب قال يا عمي أنتوا ليش فايتين عجلين فيش هناك يعني عناوين الإرهاب طلع شو بيقول الإرهاب يسكن في قلب وعقل الناس بمعنى أنه المقاومة تسكن في قلب وعقل الناس هاي الست وهي على فكرة هي كتبة الرواية العظيمة هي كتبة الشعر العظيم هي كتبة الفن العظيم كتبة الأسطورة الفلسطينية أنا في يوم من الأيام بإذن الله تعالى وهذا كلام أقوله هنا في يوم من الأيام أنه مؤلفين مخرجين فلسطينيين يحولوا هذا الكلام لمسرح للسينما لغناء هذا فوق الرواية فوق الكتابة هاي انكتبت تحت القصف طبعاً. تحت الخوف صحيح. كتبتها وفي قلبها أن تحمي هؤلاء الناس تحمي اللي لازم تحميه كلنا لذلك أنا برأيي أنه أنا أتواضع أنا بتقول لي عندي ولفات وإلى آخره أنا أتواضع قدام هذا الكلام لا أستطيعه لا أستطيعه هذا كلام معجز كلام أنا برأيي لم تكتبه يد عادية ولا قلب عادي طبعا هذا هذا أنا بس قريتها أنا انهزيت يعني صحيح. انهزيت بشكل عجيب شو هذا فلسطينية تكتب هذا الكلام لا ناس تعرفهمش تحت الصرق ضرب شو بدها بالضبط هذه خصائص الفلسطيني يا صديقي هذا هو هذا السر هذا الذي لا ينكسر طيب. هذا الذي لا ينكسر دكتور وعلى فكرة خلينا نقول هذا هو الوعي 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 شوف الوعي على فكرة الوعي هذا انت قصد هذا يعني في قصد الوعي مقصود لكن في شيء مش مقصود في شيء جواني سيادة اللواء بيقول الجينات صحيح انا بدي يعني رغم انه هذا عمله شيء عضوي انا شخصيا لا اميل انه يبقى شيء عضوي طبعا فينا نبالغ قليلا بس مش مبالغه هذا السر الفلسطيني اللي خلاه طول الوقت جاهز أكيد. طول الوقت واقف طول الوقت صامد على فكره قبل 900 سنه اجى رحاله معروف وصوفي ومؤرخ اسمه ابن جبير اجى قبل لك الاحتلال الصليبي هون ولك الفلسطينيين هون كتب في كتابه كتب عن رحلته بكره على مكه كتب أنه بيتعجب من صبر الفلسطيني أنه بقي في أرضه يزرع للإفرنجي من حبه لأرضه بقي على أرضه يزرع حتى للإفرنجي يا إلهي يا إلهي يا إلهي العظيم طيب خلينا نكمل الحوار وعايزة أخذكم لبعض التفاصيل الإنسانية أنا مواطنة مصرية وتربيت على القضية الفلسطينية منذ صغري نكتب عنها ونقول لكن يعني يمكن فرصة بيت للكل بتخلينا نشوف تفاصيل مش متخيلينها وده نجاح الإعلام بشكل عام لما ببص كنت أنا ولانا الحقيقة على البيوت في فلسطين كلها يعني مبنية من الحجر الحجر مش سهل يعني ما أسهل إن إحنا نبني من الأسمنت والحديد الحديث ولكن الحجر بيحكي قصص سؤالي هنا بما ان احنا نتكلم على الحجر فاحنا بنتكلم على الاثر نتكلم على القدم بنتكلم على الثبات والصمود في نفس الوقت احيانا كده اقول انه قد يظن العدو الاسرائيلي بانه صوت الحق الفلسطيني يخفت احيانا في وسط الصخب العالمي ولكن يفاجئوا مره بانتفاضه انتفاضه صوت وبعدين انتفاضة حجارة وبعدين يأتي أيضا الشيخ جراح جيل صغير يقف أمامه وبعدين يتجدد الصمود في مخيم جنين نعم إشي له علاقة بالفلسطيني إن الفلسطيني مزروع في هذه الأرض هو جزءا من الزيتون وجزءا من زعتر البلد جزءا من الصخر الحجر اللي أنت بتحكي عنه وأيضا هناك الطرف الآخر في المعادلة وهو الاحتلال جهلاً في الاحتلال الاحتلال إما هو يجهل أو يريد أن يتجاهل الشعب الفلسطيني موجود على هذه الأرض منذ آلاف السنين هذه الأرض وطئت أقدام احتلالات كثيرة هذا البلد وعبر التاريخ لمن يقرأ التاريخ الشعب الفلسطيني لا في فلسطين ولا خارج فلسطين رفع راية بيضاء واحدة بعكس ما بدنا نروح لا إيش بعكس
الحروب النظامية التي خاضت إسرائيل، حصلت هزائم وكان هناك رأي بيضاء على أرض فلسطين، والشعب الفلسطيني عبر التاريخ لم يرفع رأي بيضاء واحد. وهذا يؤكد، ممكن الدكتور بيقول لك المسألة عضوية، من وجهة نظري أنا بديش أدخل في هاي المعادلة، لكن نعم هي عضوية. هذا المواطن الفلسطيني جيناته مرتبطة بالحجر وبالصخر وبالزعتر وبالميرمية، وهذه أيضا جزء من المعركة التي يخوضها الاحتلال هذه الأيام. لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يستسلم مهما طغى وتجبر هذا الاحتلال، لا يمكن الشعب الفلسطيني، وإن الاحتلال في التوازن واضح، وإن تجبر الاحتلال وإن كان هناك تراجع خطوة للخلف، ولكن الشعب الفلسطيني سيبقى محتفظا بإرادته وبقوة إرادته وبإيمانه وبعدالة قضيته، أن فلسطين للفلسطينيين، وعلى هذه القاعدة يبني ويتطور ويربي الأجيال جيلا بعد جيل، لتبقى هذه الثقافة حاضرة وفلسطين حاضرة في عقول الأجيال. أكيد. أنا دكتور أحمد سأبدأ من حيث انتهى سعادة اللواء، بأنه الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم نهائيا. صحيح. وبالتالي هذا لم يأتي من فراغ، جاء من إيمان الفلسطينيين بعدالة القضية، هذا أهم شيء. لكن على الطرف الآخر نرى هذه الحكومة الإسرائيلية الفاشية المتطرفة اليمينية، يعني تضرب بعرض الحائط كافة القوانين، القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي بحد ذاته، وهنالك محكمة عدل دولية ومحكمة جنايات أيضا دولية. الآن أمام الإيمان بعدالة هذه القضية، وأمام أيضا الكيل بمكيالين الآن لما يحدث من انتهاكات، الآن كيف يعني، ما هي الفرص التي أمامكم؟ هل هنالك تفكير يعني للجوء على سبيل المثال لمحكمة العدل الدولية، لمحكمة الجنايات القانون الدولية؟ يتيح ذلك دكتورة. القانون يتيح ذلك. القانون يتيح ذلك، نعم، واللي واقع على الأرض يعني هو داعم لهم. شوفي، رواية التاريخية يعني والدينية أيضا، نعم، لا يصدقها النظام العالمي هذا، فإحنا مضطرين أن نذهب إلى القانون الدولي ونستعمله ونستخدمه وأن نعتمد على التشكيلات الدولية والهيئات الدولية، رغم أن هذه الهيئات الدولية هي جزء من النظام العالمي، نعم، اللي هو يميل في صالح إسرائيل عمليا. لذلك هذه الهيئات العالمية مثل محكمة العدل والجنايات الآخرية هي يعني تشكيلات عالمية، وقد يتم التشويش عليها أو تجفيف التمويل ضدها أو العمل على إحباطها، وهذا ما يحصل، أو إطالة العمل أو إطالة النظر في القضايا المرفوعة من قبلنا. بالتالي الهيئات الدولية أيضا هي جزء من النظام العالمي، والنظام العالمي الآن هو عمليا يصب في مصلحة إسرائيل. لكن السؤال هو أنه على مدى 100 سنة النظام العالمي اللي تشكل تقريبا من سنة 1914 الحرب العالمية الأولى لليوم، بتشكل بحيث أنه الدول الغربية الاستعمارية ترى في إسرائيل جزء منها وبالتالي تدعمها. السؤال هو ما يلي تاريخيا، بحكي تاريخيا، أنه هل سيبقى العالم هكذا؟ هل ستبقى توزيعة العالم بهاي الطريقة؟ لا، أنا برأيي أنه إسرائيل لن تبقى بقرة العالم المقدسة، ولن تبقى فوق النقد والمساءلة، ولن تبقى حتى دولة فوق التاريخ كأنها، لا، دولة إسرائيل بين قوسين بس يصير حرب عليها مع 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 تنظيم، بتتمشكل وبتتشوش وبتتغلب وبتنحرج وبصير تصيح انقذوني. لا 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 تعتمد على جبروتها. وأنا برأيي المتواضع، مش لأني تحت احتلال ولا لأني فلسطيني وعربي ومسلم، هاي الدولة، دولة إسرائيل أقصد، تنتحر إذا بقيت على احتلالها لنا. فكرة يعني هذه قناعة لدينا إحنا كمسلمين كمؤمنين، لأنه في وعد من السماء تماماً بهذه تماماً الحتمية تماماً، والتاريخ أيضا قضى بذلك. لكن في مشهد هزني بصراحة، مشهد الخروج الألاف أخ أبو عمر من المخيم، وكأنه في قصدية عالية، وكأن الاحتلال تقصد إعادة هذا المشهد الذي لم يتكرر منذ عام 48 في النكبة، خروج الألاف نساء وأطفال ونساء. وأنا لا أفترض بالاحتلال حسن النية، ولا أفترض الصدفة بأنه هذا المشهد عفوي أو نتيجة صدفة. ما أنتوا كمستوى رسمي وكمحافظ جنيف في جنين وإلى آخره، كيف قرأتوا الصورة؟ كيف، ما الذي تخيل لكم؟ أي صورة يريد الاحتلال أن يكرسها، أن يعيد
تكريسها في وعينا بعد أن هذه الصورة يمكن غادرت وعينا بحكم لغة الأمل اللي تحدث بها الدكتور. هي بصراحة أعادت لنا مشهد هجرة 48، يعني هاي المشاهد اللي إحنا شفناها عمليا شفناها عبر لقطات من الصور اللي موجودة في أذهاننا، صور الهجرة والتهجير القصري. في السابق هجرونا بحكم إشاعات وأفعال، اليوم بحكم القوة والإرهاب. نعم خرجت هذه، ولكن هذا المشهد تلاشى في بديش أقول ساعات، لا أقل من ساعة. المشهد تلاشى، لكنه حمل رسالة، حمل رسالة، حمل رسالة. لا أنا اللي بدي أقوله ليش تلاشى، إنه الشعب الفلسطيني هذه الحالة اللي موجودة عند الشعب الفلسطيني، التكافل، المؤسسات الأمنية فتحت أبوابها جميعا طبعا، العائلات صحيح، أي المؤسسات الأهلية كلها، لتجد أنه ثاني يوم صباحا لم يكن اللي خرجوا فوق 3000 مواطن، لم تجد مواطنا منهم في الشارع، كانوا جميعهم بإيواء كامل، بتوفير تموين كامل، وبالتالي المشهد بقي حاضرا بفعل الاحتلال، أن هذا الاحتلال يريد أن يذكرنا بما ارتكبه من جرائم سابقة، وكأنه يقول لدي الإمكانية لأن أفعل بكم ما فعلته عام صورة مرعبة عام 48. نعم طبعا صورة مرعبة، صورة مرعبة. الناس الأطفال اللي شاهدوا المناظر كانوا بيبكوا، اللي شاهدوا على التلفزيون وعلى السوشيال ميديا، هذا أمر كان جريمة حقيقية ترتكب بحق الإنسانية، ولكن إرادة الشعب الفلسطيني جعلت من هذا المشهد يتلاشى بشكل سريع جدا. طيب خلينا نرجع، بما اننا امام صرح اعلامي فالسؤال يهم الشق الاعلامي. دكتور احمد، يعني سؤالي لحضرتك التضامن مع الشعب الفلسطيني، يعني اذا كنا احنا كوطن عربي او كدول عربيه موجودين بخطاب تضامن وخطاب اعلامي وكلنا حاضرين للمشهد، يعني من نقل لتحليل لطرح يعني اراء ولطرح صور وايضا رؤى كثيره، ولكن الاهم من التضامن العربي او الخطاب الاعلامي العربي اذا كان موجه على شاشاتنا العربيه، ولكن اين نحن من الخطاب الاعلامي العالمي؟ يعني ما يحدث في الخطاب الإعلامي العالمي أحيانا بيكون بعيد، أحيانا بيكون مجرد ناقل لحدث أو أحداث من وجهة نظر الإسرائيلية البحتة، فكيف ترى المشهد يعني عالميا؟ شوف، الإعلام الغربي أو الإعلام العالمي خلينا نقول قسمين، القسم الرسمي، القسم اللي هو عمليا مرتبط بالمصالح، الشركات، صناع القرار الغربيين، الاستعماريين، هذول داعمين لإسرائيل تماما، الشركات الكبرى، التلفزيونات الكبرى، الصحف الكبرى، عادي هذول بيدعموا إسرائيل تماما وبياخذوا الرواية الإسرائيلية تماما، مع القول بأنه يعني مشان يعملوا حالهم حياديين بيحاولوا أنه يطلعوا صورتنا بشكل أو بآخر. ولكن حتى عندما نظهر في هذه الشركات الكبرى والمنصات الكبرى نظهر بدون ملامح، وبالتالي يتم التعاطف معنا. لكن الذي حدث أنه ثورة السوشيال ميديا، العالم الجديد، صحافة المواطن الأخيرية، كسرت هاي الاحتكارات، كسرت احتكارات الصورة الغربية الاستعمارية، كسرت صورة إسرائيل أصلا. واحدة من الأشياء اللي صارت تزعج إسرائيل جدا هو هذه الصحافة الجديدة اللي صارت تحتكر أو تكسر احتكارات الرواية الإسرائيلية الرسمية صحيح، اللي بتبيعها للعالم صحيح. وبالتالي هناك تغيرات كبيرة في المزاج الشعبي الأوروبي والأمريكي. بس ألا يقلقك أحيانا أنه هناك مفردات تغيرت، يعني مفردات كثيرة تغيرت في النقل؟ يعني أحيانا بتسمع المذيع أو المحطة وإن كانت إخبارية ومحترفة، ولكن هتلاقيها بتتحدث عن ما يحدث في فلسطين بأنه إرهاب، يعني وهذه مفردات مغايرة للواقع الحقيقي. هي هذه المصطلحات
دائمة منذ مدة طويلة جدا جدا من الزمن، لأنه كما قلت لك الدول الاستعمارية الكبرى بصحافاتها بنخبها بدوائر البحثها جامعاتها مع إسرائيل، وبالعكس هناك في جماعات يهودية وجمعيات يهودية تراقب أي تغير، أي مصطلح يصب في مصلحة الفلسطينيين، أي حدا بيحكي كلمة للفلسطينيين يتابع ويراقب ويجب اعتذار، وفي قصص كثيرة صحيح. قصص كثيرة حقيقة حول ذلك. لكن هاي السيطرة تقريبا لللوبي المالي والإعلامي الإسرائيلي اليهودي في العالم الغربي الاستعماري كما قلت لك الآن يتم محاصرته وكشف أكاذيبه من خلال أولا السوشيال ميديا وصحافة المواطن، ثانيا من صمودنا ودمنا صحيح. الذي يسفك هنا ومقاومتنا، مقاومتنا أثبتت للعالم أنه إحنا مين إحنا، أولا الأول والأخيرا مقاومتنا، المقاومة الفلسطينية، الصمود الفلسطيني. ثالثا الجمعيات اللي صارت تطلع، جمعيات المقاطعة، جمعيات الملاحقة المحتل، جمعيات حقوقية، جمعيات جديدة، تغيرت الأجيال في الغرب صحيح. المستعمر. أكثر من ذلك الغرب صار يدفع ثمن وقاحة إسرائيل، صار يدفع ثمنها بدمه، صار الانفجارات عنده، صار المهاجرين عنده صحيح. صار النفط يقل عنده صح. صار يتمشكل، صار يحسب حساب صح. فبالتالي الأمور هكذا الدنيا تتغير، يعني بمعنى آخر ولا إشي بيضل مثل ما هو. الغرب بتغير غصب عنه، بالتالي اللغة الإعلامية أو الإعلاميين أو الاحتكار للرواية الإسرائيلية في الإعلام الغربي بتغير أيضا وبتفكك أكيد. سعادة اللواء، نحن جيل تربينا على القضية الفلسطينية، ويعني من كنا إحنا أطفال ونحن نردد فلسطين داري ودرب انتصاري، وكأننا نحلم بهذا الدرب اللي إحنا رح نوصل له إن شاء الله للنصر في النهاية. أنا بس بدي أحكي شغلة قبل دخولي في السؤال سريعاً، بأنه وأحكيها للمشاهدين اللي ما بيعرف فلسطين، اللي بشوفه على الشاشات على سبيل المثال، أنا أول مرة بشوف قبة الصخرة، أنا طول عمري بشوفها على الشاشة، كنت يعني قبل زيارتي هاي نزورتها مرتين الحمد لله، وهي المرة الثانية طبعاً، فكنت أشوفها على الشاشة منظر أوكي منتمي إلها جداً، لكن من يرى فلسطين على أرض الواقع لا يمكن أن يخرج منها إلا وهو تارك له جذور في الأرض. ولذلك علينا الآن الأجيال القادمة نفكر فيها بعد طول هالقضية الفلسطينية، الأجيال الفلسطينية القادمة وفلسطين ولادة للأبطال، الآن هدول الأجيال شو رح يحملوا معهم؟ الأجيال رح تحمل الأمل يا رب، رح تحمل الإرادة المتوارثة، رح تحمل الحق، رح تحمل مشاهد من هذا الواقع الذي يعيشونه، راح تحمل مشاهد لها علاقة بإطارنا الإقليمي، راح تحمل مشاهد لها علاقة بهذا العالم المنافق الذي يكيد بمكيالين. أهم ما يمكن أن تحمل هذه الأجيال أن تبقى منتمية لهذه الأرض، أن تبقى وفية لهذا الشعب الذي يسعى من أجل أن يتحرر ويطرد هذا الاحتلال الغازي الذي يريد أن يسيطر على ليس فقط فلسطين، هو احتل فلسطين ولكنه يريد أن يدير الوطن العربي. من قرأ طبعاً. كتاب شمعون بيرس طبعاً. مكان تحت الشمس أو شرق أوسط جديد عفوا، يدرك تماما بأنهم يريدون إدارة المنطقة جميعها طبعاً. بالعقل اليهودي والمال العربي، وهذا ما يسعون إلى تحقيقه، ولكن الأجيال الفلسطينية ستفشل كل مخططات يا رب. يعني أنا أرجو أنه من خلال هذه الحلقة أن نكون مكننا المواطن العربي أن يطل على الواقع المعاش على الأقل بعض التفاصيل هنا في فلسطين، من خلال إجاباتكم، من خلال مداخلات زميلاتي التي أسعد بوجودهن هنا في فلسطين في هذه الحلقة الأولى من بيت للكل والذي انتهى لتوه. أنا أود أن أتقدم بجزيل الشكر لسعادة اللواء أكرم أرجوب محافظ جنين الذي أفاض بالكثير لهذه الحلقة، وكذلك فعل ضيفنا دكتور أحمد رفيق عوض الباحث والكاتب والروائي والشاعر والأديب الذي أفاض بالكثير في هذه الحلقة. لنا لقاء يجمعنا في حلقة أخرى قادمة، حتى يحين ذلك لكم محبتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء، شكراً.